أنا مش هدوقها من راحة لما أحقق لحلمي، لما أحقق لحلمي. اتحقق الحق. ادعي بس، ادعي وسيب على الله. ادعي. وهو مين الرئيس رشيد يعني؟ ما أنا حتة عتال في الليل بشتغل رئيس على شوية عمال غلابة. عايز تبقى زي حسن؟ عايز تبقى زي بعد كل التعب اللي تعبته ده يا حسن؟ عايز تبقى زي ماشي مبسوط يا ريس حسن؟ وتعبي شقي عليك طول السنين دول، واللي انت ضيعتهم بعندك هدر. يرضي مين ده؟ يرضي مين ده يا حسن؟ يرضي ربنا. مين؟ مين؟ أنا فاتن. كويس انك فتحت لي، انا كنت خايفه بصراحه تكسفني. وانا عارفه ان اللي قلته يوم الحادثه ده كان سخيف، بس والله العظيم كان غصب عني من التعب. كنتش عارفه انا بتصرف ازاي يعني ولا بقول ايه. مش مهم. انا اسفه. مش مهم، مش مهم، مش مهم اللي قلتيه ولا الكلام اللي انا قلته. مش مهم. وايه اللي مش مهم؟ كل حاجة مش مهمة. الناس اللي راحوا راحوا، لا زعلي ولا كلامك هيرجعهم. شكلك لسه زعلان. لا خالص، وطبقا لكلام الأستاذ الدكتور مدير المستشفى أنا اللي غلطان، وحقكم كلكم هنا على راسي. يعني انت مش زعلان؟ انت زعلانة؟ لا انا ما بزعلش منك. ليه؟ يعني انا هسيبك دلوقتي ونتكلم بعدين. خلي بالك من نفسك. لازم تشتغل النهارده يا ابله ناديه. طب ممكن بس تخش تستريحي جوه شويه؟ انا كويسه يا سمر، مش تعبانه. العزا خلص بقاله 3 ايام وعندنا شغل متلتل ولازم يتسلم. كتر خير الناس اللي استحملتنا وقدرت ظروفنا لغايه دلوقتي. انتوا بقى الاجازه عجبتكم وعايزين تكملوا. ما تقوليش كده يا ابله ناديه، ربنا العالم عم رشيدي غالي علينا قد ايه. والله كان اغلى من ابونا ده، حتى الست ام حسن من ساعه اللي جرى واحنا ما بنشوفهاش. النبي قبل ناديه طمنيني عليها، انا الود ودي لولا الشغل اللي قاعد تحت رجليها. معقوله انت تعملي فيا كده انا يا حنان؟ انت تسرقيني ايه؟ كنت فاكراني مش هعرف؟ يا مدام والله انا مش عايزه اسمع صوتك خالص. اعمل فيكي ايه دلوقتي؟ اسلمك للبوليس؟ بعد اذنك يا مدام، حنان ملهاش اي ذنب.
انا اللي سرقت الفستان وخربته من المحل. صدقيني يا مدام زي ما بقولك بالظبط، هي بس قالت لك كده عشان خايفه عليا لا تاذيني، بس انا كمان ما رضاش انها تتاذى بسببي. اعملي فيا انا اللي انت عايزاه. زباله، انا برضو من اول ما شفتك قلت ان انت زباله ومش هيجيني من وراكي غير المشاكل، بس كدبت نفسي. ملوش لزوم الكلام ده يا مدام. شوفي ايه اللي يرضيكي واعملي اللي يرضيني. تفتكري انا هاخد ايه من واحده زيك؟ عارفه انا ايه اللي يرضيني؟ انك تطلعي بره المحل ده خالص، مش عايزه اشوف وشك هنا تاني. عارفه لو لمحتك قدام المحل هخليكي تندمي. اطلعي بره بره. يا ماما انا عملت لك الاكل. يا ماما والنبي افتحي، انت ما اكلتيش اي حاجه من امبارح. طب افتحي بس، خدي الاكل وخليه قدامك شويه واطلع لكم. ما انت كل مره يا ماما بتقولي كده وما بتطلعيش. لا حول ولا قوه الا بالله. لسه برضو مش عايزه تفتح؟ لا. طب يلا يلا. ابي طمنينا عليك يا ذكرى. يا ذكرى، والنعمة ما كنت اعرف ان الموضوع هيرسى على كده خالص. انت ذنبك ايه بس؟ الحكايه خلصت خلاص. والنبي يا اختي ناوليني هدومي من عندك. انا بجد اللي هيجنني ازاي ما دام عرفت باللي احنا بنعمله ده؟ اكيد ما فيش غير الواد الوسخ بتاع الامن وحياه امي لما اشوفه الحشرشاوي. يا حنان خلاص. ولا يا اختي ما منوش رجاء، لا هيقدم ولا هيأخر. وبعدين كده كده هي كده هتعرف سواء منه يا اختي او من غيره. انا بس المشاكل مكتوبه شفايا مش راضيه تسيبني. يقطعني انا اللي شورت عليكي شور الهباب دي. متشغليش نفسك الهم يا حنان، خلاص اللي حصل حصل. وبعدين يا بنت انت كنت بتساعدي صاحبتك مش كده؟ وانا رضيت ولازم ادفع ثمن اللي عملته. روحي احسن ما دام تندح عليكي. ما تشغليش بالك بيا. لا هي أول شغلانة يا أختي هسيبها، ولا آخر مرة الدنيا هتعلمني. يلا يا بنت روحي روحي بقى.